بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه ميعادنا مع جولتنا الرياضية محليا وعالميا. البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم ومحمد غرابة مدير المنتخب استقبلوا اللاعبين الجدد امبارح في المعسكر المقام حاليا بالقاهرة استعدادا لمباراة غينيا اللي هتتلعب يوم 14 يونيو الجاري بمراكش بالمغرب، وفي الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار. انضم الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، ومعه محمود حسن تريزيجيه لاعب طرابزون التركي، ومصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي لمعسكر منتخب مصر اللي انطلق امبارح استعدادا لمواجهه غينيا في تصفيات افريقيا وجنوب السودان وديا. ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي أعلن قائمة اللاعبين النهائية المشاركة في بطولة أمم إفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، وهينطلق معسكر المنتخب الأولمبي يوم الاثنين الجاي بالأسكندرية، وهيخوض المنتخب مباراة ودية يوم 15 يونيو الجاري أمام غانا باستاد الأسكندرية. مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عبر عن سعادته بالمشاركة في نهائي بطولة إفريقيا، متمنيا أن يكون اللقاء وسط أجواء تحكيم عادلة وتكون ممتعة لجماهير كرة القدم. وأكد كولر خلال المؤتمر الصحفي امبارح بالمغرب أن اللاعبين تم تجهيزهم وهم سعداء باللعب وسط جماهير غفيرة والجميع لديه روح معنوية عالية. محمد الشناوي قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قال إن الأهلي جاهز لمواجهة فريق الوداد المغربي في إياب الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا. وأضاف الشناوي في المؤتمر الصحفي امبارح للحديث عن المباراة إن الأهلي أغلق صفحة مباراة الذهاب للتركيز على لقاء العودة الصعب، وإن اللاعبين لديهم طموحات كبيرة للتتويج بكأس البطولة والعودة بها إلى القاهرة. يحيى جبران قائد فريق الوداد المغربي أكد أن مباراة الإياب أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا هتكون قوية في ظل رغبة الفريقين في التتويج باللقب. وقال جبران في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الأهلي أن كل لاعبي الفريق يركزون على مواجهة الإياب لتحقيق الفوز وإهداء اللقب للجماهير. نادي ريال مدريد الإسباني أعلن بشكل رسمي امبارح تعاقده مع إبراهيم دياز قادما من نادي ميلان الإيطالي، وبعقد يمتد حتى 30 يونيو 2027. الجمعية العمومية للاتحاد الفرنسي لكرة القدم انتخبت امبارح فيليب ديالو رئيسا مؤقتا للاتحاد حتى أواخر عام 2024، وحصل ديالو على استفتاء من الجمعية العامة بنسبة عالية جدا بلغت 91.26%، ده بعد ترشيحه من قبل اللجنة التنفيذية للاتحاد كمرشح. وبكده انتهت جولتنا الرياضية، هنرجع مرة تانية لمصطفى وبسنت علشان نكمل معك فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا دي.